السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله من هنا من محافظة ينبع البحر. ما شاء الله تبارك الرحمن، نحن الآن في أحد أزحم الشوارع في محافظة ينبع، وفي أحد الأماكن اللي دائما يحصل فيها ازدحام بسبب كثرة ما شاء الله المحلات التجارية. ما شاء الله في كل مكان محل تجاري متخصص بأمر معين، خصوصا عندنا محلات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وكذلك الجوالات وغيرها، كلها متمركزة في هذا المكان. لذلك الآن أنا بأخذكم جولة في هذه الأماكن عشان نسترجع سويا الذكريات. اللي يتابعني قديم يعرف أني أنا نشأت في محافظة ينبع، فهذه الأماكن ما هي غريبة علي، لكن سبحان الله يعني في كل ما أجي على محافظة ينبع أجد في شيء يعني جديد، أو يعني في شيء متغير. فلذلك الآن بصحبكم بجولة في هذه النواحي. ما شاء الله تبارك الرحمن، خلونا ناخذ هذا الطريق، ندخل من هذا المكان. هذا الشارع مثل ما ذكرنا شارع الملك عبد العزيز، معروف عند أهل ينبع بأنه هذا المكان هو وسط البلد. خلينا نقطع الطريق، بسم الله. هذه المنطقة كلها محلات جوالات، أغلبها محلات جوالات، محلات أجهزة إلكترونية كهربائية، يعني أيضا محلات ملابس موجودة. إيش تتخيل يعني في بالك شيء معين حتحصله في هذا المكان. ما شاء الله زي ما شايفين في كثير من الأشياء مثل ما ذكرت لكم متغيرة، يعني زي هذا المحل. أنا أذكر هذا المحل، يعني كنت دائما أجي أخذ من عنده، كان اسمه الجناح الأخضر على ما أظن، الآن تغير إلى مؤسسة أضواء ما أدري إيش. عموما يلا حظي بإعلان على الطائر. عموما كثير من الأشياء سبحان الله يعني متغيرة علي أنا، لأني كنت أتردد على هذا المكان بكثرة، خصوصا عند المسجد هذا اللي تشوفوه الآن الكبير. هذا المسجد اللي الآن حنصوره لكم بعد قليل من أكبر المساجد في محافظة ينبع، هو مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا المسجد كان يؤم فيه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصيدلاني حفظه الله. أبناء الكرام ما شاء الله كلهم من حفظة كتاب الله عز وجل، ونوجه لهم التحية إذا كانوا يشاهدوا هذا المقطع، وأيضا نوجه التحية للسيد الوالد وجميع من يتابعنا وله ذكريات في هذا المكان. طبعا هذا المقطع يعني المقصد منه انه يعني نعيشكم ذكريات الماضي مع حداثة اليوم. ما شاء الله شوف هذا المحل ايضا كنت اتردد عليه، اللي هو مؤسسة سالم بالشرف، نحن كنا نسميه بالأشرف، هو يعني معروف ببلشرف. شايفين محلات تجارية متنوعة، لذلك دائما تجد فيه ازدحام شديد، محلات صيانة الساعات كلها متواجدة في هذا المكان، الأجهزة الإلكترونية مثل ما ذكرنا الكهربائية، الملابس، الجوالات. بعد شوي كذا شوفوا هناك كلها محلات جوالات. نحن خلينا أول شيء ندخل من هذا المكان بعدين ناخذ يمين عشان نصور لكم بشكل أوضح. هذا هو المسجد اللي كنت أقصده، مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ما أدري في الوقت الحالي مين اللي يؤم به، أذكر أنه أحد أبناء الشيخ عبد الرحمن كان يؤم به، بس ما أدري الله أعلم. هنا هذا الطريق عندنا محلات أبو 10 ريال، أبو ريالين وكذا، أيضا كنا نتردد عليها بشكل كبير. طبعا هذا الكلام أنا اللي أتكلمه تقريبا قبل أكثر من 10 سنوات، أنا عشت في هذه الأماكن تقريبا ما بين عام 2000 وتقريبا 3 إلى 2011، هذه كلها عشتها ونشأت في محافظة ينبع، فكانت يعني أيام جميلة ولنا فيها ذكريات كثيرة. المسجد هذا يعني جدد، كان نوعا ما قديم لكن جددوه قبل فترة، وترى هذه الفترة أيضا ما هي بسيطة، فترة قديمة. شوفوا هناك كان إلى عهد قريب كان في عندنا اللي هو حلقة الخضار نسميها، أو سوق الخضار. ما شاء الله هنا هذا الطريق بالذات عندنا بعض المحلات اللي تصلح الله يكرمكم، اللي هي المدس، وأذكره الله يذكره بالخير في هذا المكان أظن كان أبو عزة تقريبا أو اسمه عزة الله يذكره بالخير، ما أدري هو حي أو توفاه الله.
الله يذكره بالخير. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم ويحفظ الأحياء ويطيل بأعمارهم. هنا كان أيضا محل قديم لرجل باكستاني، ما أدري الظاهر أنه تغير هذا المطعم، أتوقع من هذاك الوقت لا يزال. هنا أيضا محل قديم، هذه كل العمارات لها سنوات سبحان الله. وهنا اعذروني أيام مع الالتفاف يصير في انحناءات كثير أو الرأس شوي يدور يمين يسار، فاعذرونا. ما شاء الله هذه العمارات، سبحان الله. الآن حنيجي لمحل، يعني أنا كنت دائما أجي عشان أشتري الخبز منه، تخيل كنت أضرب مسافة أيام مشي على الرجول، أيام عندي كان سيكل كنت أجي مسافة، وبعدها يعني لما صار واحد عنده سيارة صار يجي بالسيارة عشان ناخذ خبز من سوق خير بلادي، لأنه سوق خير بلادي كان هنا. طبعا الآن غيروا الاسم، ما عاد زي الاسم القديم، شايفين سوق خير بلادي موجود في الداخل، ولعله نعمل كذا له جولة. هذه بعض المحلات اللي موجودة من فترة، عندنا هناك مؤسسة حمزة صالح لا زالت موجودة، أيضا تبيع أجهزة كهربائية إلكترونية ويعني أشياء عديدة. هنا سوق الجوالات، شايفين هذه كلها محلات الجوالات زي ما هي. هنا محل صرافة أيضا له من فترة ما شاء الله موجود. وهنا هذا بروست الحوراء، شايفين هذا من أول موجود أذكره. هذه بعض العمارات يعني من أول ما شاء الله، شايفين في حركة نشطة في هذا المكان. أغلب المحلات اللي هنا كلها محلات جوالات، أذكر من الجوالات اللي كنا اشتريناها في هذه الأماكن الباندا والدمعة والمدمر وإن 70 وإن 73، هذه كلها اشتريناها من هذه الأماكن سبحان الله. تلك أمة قد خلت، ذكريات سبحان الله. أنت أصلا لما تجي على المكان مثلا اللي عشت فيه مثلا قبل سنوات، فمباشرة يتبادر لذهنك ايش كنت تسوي في هذا المكان. فانا عشان كذا ذكرت لكم انه ايش حدث من احداث في هذا المكان. طيب خلونا ناخذ كذا يمين، ممكن سوق خير بلادي هذا بعدين الواحد يدخل له، بس عسى بس ما نتأخر عليكم في التغطية. لكن الآن نعمل جولة كذا خفيفة في داخل السوق. هنا محل أو مطعم ما شاء الله هذا جديد فتح، ما أذكره. أيضا يعني حلاوة المنطقة هذه أنه فيها كل الأشياء اللي أنت تحتاجها، مثلا على سبيل المثال البلاي ستيشن والأمور هذه حقت الألعاب كلها موجودة في داخل هذا المجمع. الروسيفرات والأمور هذه كلها هنا أيضا لها مجمع خاص فيها. أذكر في لنا أحد الزملاء كان أو أحد الأصحاب محل جوالات حقه أظن هنا في هذه، أظن هذا محل ليجند للملابس، كان شغال في هذا المكان جزاه الله خير، كان يخدمنا أخ فاضل من الأردن. فهذه بعض الأماكن اللي كنت أتردد عليها، من الأماكن اللي كنت أتردد عليها محلات الروسيفرات، كون الوالد يعني شغال في، كان قديم في الأجهزة الإلكترونية بما فيها الروسيفرات وغيرها. فكنت أيام أجيب له يعني الريموتات، ريموتات الروسيفرات كنت أجيبها من هنا، كان سعرها تقريبا 10 ريال الجهاز الواحد.
بعدها صار عندنا خط إلى جدة، ننزل على جدة نجيب الريموت تقريبا سعره ب3 ريال 4 ريال، وتبيعه أنت في محلك ب10 ريال. أما أنت لما تجيبه من هنا ب10 ريال ما حتستفيد شيء. فهذه يعني من التجارة اللي كان الواحد يعني شغال فيها، سبحان الله. لا خلاص ما عاد في هذه الأشياء تقريبا، ما عادت تمشي يعني. أن الروسيفر الآن كله تحصله جديد 40-50 ريال. أتوقع سوق الروسيفرات ما أدري إذا لسه موجود ولا لا، خلونا كذا نأخذ لمحة عنه. هي موجود، الناس هنا تحصلهم زحام خصوصا على قنوات البي إن سبورت، و طبعا ما كان اسمها بي إن سبورت، كان اسمها الجزيرة، الجزيرة الرياضية تقريبا وغيرها. شوفوا دار الفضائيات وهذه كلها كنا نجيها، لكن كنا نتردد على هذا المحل اللي هنا. وهذا مؤسسة فارس، يعني كان هو اللي مكوش السوق على ما يقولوا، سبحان الله. يلا هذه فائدة نفيدكم فيها. أكيد اللي يشوف المقطع هذا اللي عاش في ينبع هذه الأماكن يعرفها، يعرفها جيدا. هذا المسجد من المساجد اللي أنشئت حديثا. طيب خليني أغلق التصوير لما أوصل هناك، أو خلاص يعني ما باقي شيء عشان نوصل. أحدث قصات الشعر، الله، فرد الشعر بالبروتين. أنا اللي أعرفه الفرد بالبروتين هذا للنساء، ما أدري الرجال حتى كمان صاروا يفردوا الشعر بالبروتين. والله شغل، سبحان الله. رباعيات الفخامة، كان هنا في الزاوية سبحان الله مطعم، وكان يعني تابع لسوق خير بلادي، لكن الظاهر خلاص فكت الشراكة. وهذه الجزئية، شوف هذا محل الملابس للزاوية كله كان تابع لخير بلادي، بس ما أدري شكله خير بلادي تقلص أو سوى عملية قص معدة. سبحان الله. شوف هذا مركز مكة للتسويق، هذا من يومي وأنا أعرف كان له درج حتى تدخل على المحل. هذه الدرج لسه موجود ولا كمان شالوا، حتى تعرفوا اني جالس اوصف لكم بالمليمتر. اتوقع مع هذه الطلعة ما عاد في درج، خلاص لغوا الدرج. ندخل للداخل، ما شاء الله، بسم الله. نكمل. سلام. ايش هنا مخربين، ما ادري ايش مخربين. طبعا هنا في الداخل كان كله محلات بلاي ستيشن، شو هذا محل بلاي ستيشن، طبعا بيع وصيانة بنفس الوقت. وكان هنا في عندنا مكان تدخل على السوق، ايوه هذا هو، شوفوا لسه خلاص غيروا اسمه، صار اسمه زاد البلد. هذا محل شاشات ما شاء الله، هذا جديد فتح هذا. خلاص تقريبا احنا انتهينا من التغطية، خلينا بس نطلع برا. اذكر كنا ايضا ناخذ قطع غيار للسوني 1، طبعا الوالد كان يصلح ايضا سوني 1 وسوني 2، فكنا نجيب العدسات نجيبها من هنا قبل ما يصير نفتح خط على جدة، نطلع على جدة نجيب من شارع الصحيفة. خلاص صرنا كنا ناخذ من هنا يعني اختصار، يعني مع انه الاسعار هنا اغلى من جدة. وبس كده الان هذا الطريق، طريق المطار القديم، وبعد منه طريق أملج
وهذه بعض المحلات التجارية. كثير أشياء تغيرت. شوفوا هنا هذه المنطقة كانت شركة بيبسي، هذه ربحت فيها تقريبا عام 2006 أو 2005 تقريبا، ربحت فيها فنيلة المنتخب السعودي، كانت تجينا يعني خدمة رنان وكذا، فالمهم كسبنا من عندهم الفنيلة وكسبنا كمان مرة كورة، فكانت أيام سبحان الله. أظن الناس يمكن يذكروا هذه المنطقة. وهنا كان في بعض الباصات لتأخذ عمرة، فأيضا كمان رحنا معهم. وهذه أسواق زاد البلد اللي كان قديما اسمها أسواق خير بلادي، وأسواق خير بلادي الآن استقلت، صار لها فرع واحد أظن في حي الصريف. هذا ما أحببنا أن نصوره لكم، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين. أسواق بلا حدود زي ما هو. خلاص نلقاكم على خير، السلام عليكم.